الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، استغفر الله العظيم واتوب اليه، وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في كل لحظة أبدا، عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلمات. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. نستجيز ونجيز في الحديث المسلسل بيوم العيد لأن فيه فضل كبير واتصال السند بالسند واتصال الرجال بالرجال. سأقتصر فقط على إسناد واحد وهو إسنادي إلى الجد رحمة الله عليه السيد حسن بن محمد بن عبد الله فتعك الذي أخذ عن السيد الحبيب حسين بن محمد الحبشي قطب مكة في زمانه ومفتيها، وهذا السند باتصاله عن شيخه الحبيب حسين بن محمد الحبشي يقول: حدثني بالحديث المسلسل بيوم العيد واجازني به شيخنا العلام الشيخ عبد الله بن محمد غازي الهندي المكي بمسجد الحرام في وقت العصر من يوم الجمعة يوم عيد الفطر سنة 1359 هجرية. قال: حدثني به العلامة الشيخ أحمد أبو الخير المكي يوم عيد الفطر بين الصلاة والخطبة بداخل الحطيم سنة 27 و300. وأقبال العيد بالأفراح مبتسما يحرك الشوق فينا وهو جذلان سعد وأنس فصبح العيد أغنية وليله سهرة يشدو بها الداء. الله الله. كل عام وأنت بخير، جعلنا الله وإياكم من العايدين. بما يحرم منكم ولا منك يا رب، ولا منك يا رب، ويتقبل مننا ومنكم صالح أعمال. آمين آمين. ولا تنسونا من الدعاء يا مرحبا. أحمد الله وأشكره اليوم الطيب هذا اللي وصلنا الحمد لله إلى في هذا القرب الأخوي. الله يعود علينا وعليكم خير ويجعلنا وياه من عواده. كلكم لكم وحشة والله. الله يسهل يزيحنا الغمة. العيد في الأساس كان 7 أيام، من أول يوم لسابع يوم ما حد يبصد، ما حد يبصد، الدكاكين ما تبصد 7 أيام. الناس إيش تسوي 7 الأيام؟ تأكل وتشرب من أحسن ما يكون، يسووا ملوخية، يسووا بامية، يسووا منزلة، يسووا دبة،
هذا كله 7-8 قدور يحطوها في الشوط حق الموية، وبرة الشوط يرشوا كمون عشان الضرر. طيب. والتشوط يرشوا فيها موية كأنها تلاجة، يغرفوا حق الغداء يحموه وتغدوه، يغرفوا حق العشاء يحموه وتعشوا. في مكة 12 حالة. طيب. 6 حواير أهل الأسفل، 6 حواير أهل الفوق. العوائل حقون أهل الأسفل يجوا لأهل الفوق، وفي العصر أهل الفوق يجوا لأهل الأسفل. أول ليلة العيد، ثاني ليلة يسموها اليتيمة. ليلة العيد الناس سهرانين. طيب. ما يرقدوا حتى نفطروا. ففي الليل يسموها ليلة اليتيمة. هذه ليلة اليتيمة خلي بالك كانوا حرامية في البلد. دحين أمن وأمان الحمد لله. أشكركم لكل الترتيبات اللي سويتوها، والناس اللي سبعوني، الناس اللي سبعوني واللي إن شاء الله حيسبعوني كمان. يا أبي جمعا طلبنا منك مغفرة، يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع جود والكرم.